شكرا سيد رئيس الحكومة وصديقي سي سعد الدين العثماني. أولا مصور باش نكون معك اليوم فقط كشهادة أنني اشتغلت مع سي سعد الدين العثماني لمدة 5 سنوات داخل الحكومة كرئيس الحكومة وسنتين أنا ذاك كان وزير يعني الخارجية، وكان الاشتغال جاد بجدية وعمل كبير، وكان عندي ليه دائما وعندي ليه دائما احترام اللي هو احترام كبير، صداقة كبيرة رغم يعني جميع الصعوبات اللي كتعرفوا اللي يمكن تمر منها اي حكومة، لا سياسية ولا يعني إضافية ولا المشاكل ديال الكوفيد، ولكن الحمد لله رجل ديال الساعة اللي وقف على المشاكل واللي واجههم اللي ما تخباش فيهم اللي كان دائما موجود. وحنا داخل الحكومة هادشي دائما كنت كنقولوا سي سعد الدين العثماني ما كان عندنا حتى إشكال داخل الحكومة بين جميع المكونات ديال الأغلبية داخل الحكومة، واشتغلنا بجدية. هنيئا لك أن هذا النجاح بعد ديال أنه عندي فرضتي أنه تكون واحد الأغلبية داخل الحكومة اللي عطات نتائج واللي عطات كذلك مشاريع اللي هي كبيرة واللي وقفت على التنزيل ديال مشاريع تنموية كبيرة ديال صاحب الجلالة وأوراش كبيرة ديال التنمية ديال الاقتصادية والاجتماعية ديال صاحب الجلالة. ويمكن لي إلا بهذه المناسبة كذلك نهني الفريق ديال رئاسة الحكومة اللي موجود معنا اليوم اللي حضر اللي ما حضرش على العمل اللي قاموا به، وبأنه كما قال السيد الرئيس حنا الآن في الاستمرارية وهذه الدولة وهذا يعني الإمكانيات ديال الدولة اللي خصها تستمر باش حتى حنا واحد الوقت إن شاء الله يعني نوجدوا هذا الشيء للناس خويا اللي غادي يكونوا في المكان ديالنا. إذا غادي نشتغلوا بجدية وغادي مصور باش نتعرف عليكم اليوم باش نعرف كل واحد باش نشوفوا كيفاش غادي نخدموا إن شاء الله في المستقبل، ويكون عندي معكم اجتماعات ولقاءات. ونتمناو يعني حظ سعيد للسيد رئيس الحكومة واللي هو محبوب عندنا وكنبغيوه، ونتمناو ليه إن شاء الله الصحة والازدهار مازال يعني في حياته الخاصة ولا السياسية ولا الاجتماعية. شكرا لك السيد رئيس. شكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.